بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض دروس سي بلس بلس. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده خاصه بالسكوب بتاع الفاريبلز، حاجه اسمها الكونستانت فاريبل. يعني ايه كونستانت فاريبل؟ فاريبل ما بيتغيرش، ما ينفعش القيمه بتاعته تتغير. زي ايه؟ خلينا نعمل برنامج صغير. البرنامج ده بيحسب مثلا الاريا بتاعت الدايره، مساحه دايره معينه. الاريا بتاعت اي دايره في الدنيا، الاريا بتساوي باي في الراديوس مرتين. طيب يبقى احنا هنا محتاجين ايه؟ محتاجين ان احنا نعرف حاجة اسمها فلوت باي. الباي اللي هي 3.14، ومحتاجين نعرف فلوت راديوس، والراديوس دوت اليوزر يدخله، ومحتاجين بعد كده نقول فلوت اريا بتساوي باي في ار في ار، او نعمل باور للار واتنين، ساعتها نستخدم السي ماس اللي خدناها قبل كده. وهنعمل سي اوت ان الاريا يا سيدي بتساوي تمام. لو عملنا ران دلوقتي البرنامج شغال معانا عادي، هيطلب مننا الريدياس لو دخلتها بواحد، واحد في واحد في 3.14، طلع لي ايه؟ 3.14. طب هل ينفع الباي دي اجي استخدمها بعد كده واغيرها؟ هل الباي اصلا قيمه متغيره ولا قيمه ثابته؟ الباي دايما ثابته 3.14، ما ينفعش استخدم فيها حاجه تانية، ما ينفعش ابدا استخدم فيها حاجه تانية. يعني لو جه واحد هنا اتلخبط وكتب باي بتساوي 5، ضرب القانون، بوظ القانون. طب انا ازاي اخلي الباي دي ثابته، سواء بقى كانت لوكال جلوبال في اي حته في البرنامج؟ هاجي قبل الباي كده اقول له كونست. معنى كلمه كونست دي انا بقول لك كونستنت للباي، خلي لي الباي ده قيمه ثابته. لو جيت بعد كده استخدم الباي واقول له ان الباي دي بتساوي اي قيمه تانية، على طول هيروح حاطط لي عليها ايرور، بقى مستحيل اعدل في قيمتها. في عندنا variables ما ينفعش اعدل في قيمتها، في الحالة دي بروح حاطط قبلها كلمة كونست علشان امنع اي يوزر ان هو يلعب في البرنامج ويغير القيمة بتاعتها. طب ينفع بعد كده اقول له سي ان للباي لو انا مش مدخلة لها قيمة كده؟ رفض مني ان انا اعمل لها سي ان. ليه؟ اي حاجة بيتعمل لها سي ان ما ينفعش تبقى كونست، ما ينفعش تبقى ثابتة. انما ينفع اعمل لها سي اوت؟ ينفع اعمل لها سي اوت. نجرب كده نعمل لها سي اوت، سي اوت للباي عادي جدا، ما طلعليش ايرور تحتها. واهو لو عملت رن دلوقتي هيطلع لي اول حاجه 3.14، بعدين مستني مني الريدياس، مجرد ما دخلته حسب لي القيمه. تمام، يبقى الكونستانت فاريبل ما ينفعش اعمل له انبوت، الكونستانت فاريبل لازم احط له قيمه وانا بعرفه، الكونستانت فاريبل ما ينفعش يتغير. اتمنى اكون افدتكم في الدرس السريع ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.